اسمحوا لي ان انا ارحب بكم جميعا مره تانية. والحقيقه خلينا اتكلم على مقدمه خاصه بجائحه كورونا. والحقيقه هو تحدي عظيم قابل الانسانيه في العصر الحديث. والحقيقه ايضا انها شكلت يعني تحديات مركبه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه كبيره جدا جدا خلال الفتره اللي هي فتره السنتين اللي مروا دول. احنا دايما نقول ان في كل محنه تولد منحه، لان طبعا التداعيات اللي افرزتها الجائحه حتى الان، احنا بنتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت إغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها. في قطاعات توقفت تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن، وقطاعات أخرى تضررت بشكل أو بآخر. كنا متصورين إن حجم الضرر هيبقى عدة آلاف، أنا بتكلم على الخسائر سواء كان بالإصابات أو من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله. قلنا هيبقى عدة آلاف، فوجئنا إن هم الإصابات بتتجاوز الملايين، ثم عشرات الملايين، ثم مئات الملايين. نفس الكلام بشكل أو بآخر كان بالنسبة لي من يعني فقدناهم في الجائحة، برضو بنتكلم على عدة ملايين. طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان نتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الامر، لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحة وموضوع خاص بالاقتصاد. هتكلم الاول على الموضوع الخاص بقطاع الصحة. من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات. المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروسي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه، كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي، بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. أنا كنت عايز أتصور مع أو نتصور مع بعضنا البعض، لو كانت مصر واجهت الجائحة دي بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المية من المصابين كان ممكن إحنا نفقدهم أثناء الجائحة؟ 10%؟ 20% من المصابين؟ سواء كانت الأمراض اللي هي زي ما بقول كده المزمنة أو الفيروسي. اللي أنا عايز أقوله باختصار إن الإجراءات اللي عملناها كمبادرات صحية في مصر أفرزت إن إحنا قدرنا أولاً نبقى نشوف الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي، وأيضاً نتخلص من أمراض كانت موجودة معانا في مصر وكان أكيد هيبقى لها تأثير سلبي جداً أثناء تصدينا لهذه الجائحة. خرجنا في خلال ال 18 و 19 تقريبا من المسح ده ومن المبادرات دي بقدره صحيه لا باس بها. دي اللي احنا دخلنا بيها وتعاملنا بيها مع الكوفيد 19 يعني. طيب ده فيما يخص القطاع الصحي في مصر. زي ما كل الدول لما كانت بتاخد اجراءاتها طبقا لتقديراتها لحجم التحدي كإصابة وطبقا للمنظومة الصحية اللي موجودة فيها،
المنظومات الصحية في دول خدت إغلاق كامل لفترات ليست بالقصيرة، وفي دول خدت إغلاق مؤقت. إحنا كنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت بعد الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية اللي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان. والحقيقة النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد تعتبر إيجابية جداً. ده فيما يخص المسار الصحي كمسار كان له تأثير كبير على استراتيجيتنا في إدارة مجابهة الكوفيد في مصر. فيما يخص الاقتصاد، احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور ان احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج ان كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر اكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. احنا النهارده خلصنا البرنامج ده اللي اطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحله الاولى وشغالين دلوقتي في المرحله الثانيه. انا عايز اقول لكم ان ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات اكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر اكيد. بس احنا كمان بالمناسبه كنا شغالين واحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قوميه كثيره عشان يعني نحقق التنميه المطلوبه ومعدلات النمو اللي احنا بننشدها وتجهيز الدوله للانطلاق لمستقبل افضل. فانا عايز اقول ان كان ممكن ناخد قرار ساعتها في ان احنا نعمل ايقاف كامل الانشطه، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجيه تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل اجراءات احترازيه قويه تكفينا شر الكوفيد وتاثيراته. طيب تاثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تاثر، قطاع السياحه في مصر تاثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف اعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت. النتيجة احنا مش عايز انسى نقول ان احنا كان في عندنا عمالة غير منتظمة وعمالة مؤقتة، تم يعني تقديم دعم مالي لهم عشان ييسر لهم الحياة في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي، لكن لم تتوقف مشاريعنا وإجراءات العمل في مصر قبل وأثناء وحتى الآن، بل بالعكس احنا يمكن أطلقنا مشروع حياة كريمة، وهذا المشروع يستهدف 60 مليون إنسان في الريف المصري. المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد، مش على مصر بس، على العالم كله. معدلات الفقر لا شك، معدلات الفقر لا شك، حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة. فاحنا في مصر أطلقنا أيضا برنامج آخر، هذا البرنامج هيتكلف من 600 ل 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس. وزي ما بقول احنا من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو، احنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو. وأنا أتصور أن في دول كثيرة جدا لم تستطيع أو دول
لم تستطيع أن تحقق هذا الأمر. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي أنا بقول عليه في بداية الكلام، إن هو قد تكون محنة، ولكن المحنة دي ممكن تتولد منها منح كثيرة جدا جدا. وأتصور إن في قوة دفع هائلة تشكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية، اللي هي بشكل أو بآخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله. نتبادل الخبرات، نتبادل الرؤى في إزاي نحن ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون أكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الأزمات. دي أنا عايز أقول دي التجربة المصرية، وأتصور أن كل دولة بيبقى لها خصوصية في مسارها والتعامل مع الـ مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع إطار عام بيجمعنا بالكامل. في النهاية أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا دايما أبص على موضوع الفيروس وأقول لي وكأنه يعني بيرسل لنا رسالة يقول أيها البشر انتبهوا، أنتم لستم قادرين على تحدينا. شكرا جزيلا.